معالي الوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق معايا دلوقتي على التليفون. معالي الوزير مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. كيف يعني قرأت مخرجات هذه القمة المصرية الجزائرية، أو في أي سياق تضعها؟ الأول أنا هشارك كل المصريين في تهنئة الشرطة المصرية بعيد الشرطة، ويعني الحقيقة تهنئة أيضا بذكرى 25 يناير. السيد الرئيس في تويتر يعني أدى ربط رائع ما بين الحدثين، أعتقد إن هو ده اللي إحنا يعني النموذج ده بنمشي عليه في الفترة القادمة. بالنسبة للزيارة سيادتك، أنا بعتبرها قفزة في العلاقات المصرية الجزائرية، ويمكن حضرتك هتلاحظ معايا من أول لحظة وصول الرئيس الجزائري لمطار القاهرة ولحظات الاستقبال، حضرتك هتلاحظ انه بدات القمه منذ هذه يعني اللحظه كان هناك يعني قدر كبير من الكيمياء ما بين العين في لحظه الوصول وحديث يعني ده بيدي اشاره انه هناك جديه وهناك حرص على ان هذه الزياره تكون ناجحه، فانا بعتبرها ان هي فعلا قفزه في العلاقات ما بين البلدين. ولكن زي ما سيادتك اشرت، البيان غطى بذكاء كل النقاط اللي هي فيها قدر كبير جدا من التوافق في الاراء، وابتعد تماما عن اي شيء ممكن يكون يعني في بعض الخلاف في الراي في بعض القضايا الحساسه اللي بتمس يعني اي من الدولتين. فأنا بشوف أن هذه الزيارة هي فعلا قفزة في توقيت مطلوب وتوقيت هام جدا. الجزائر كدولة عربية هي لها يعني محاور استراتيجية هامة جدا بتترقى فيها مع مصر، المحور العربي والمحور المتوسطي والمحور الأفريقي، وده في حد ذاته يعني بيعزز من فكرة أن يكون فيه فعلا تشاور وتعاون، لأنه طبعا الفترة الماضية المنطقة اللي احنا بنعيش فيها واجهت بتحديات غير مسبوقة، وللأسف لم يكن مستوى التشاور أو يعني اللقاءات سواء كانت عربية أو أفريقية أو متوسطية حتى لم تكن على مستوى التحديات اللي احنا بنواجهها في الفترة الحالية. وبالتالي هذه الزيارة أنا بعتقد إن هي ممكن تكون بداية العمل يعني رصين الفترة القادمة، بيعالج ملفات كثيرة زي ما سيادتك تفضلت موضوع السد الأثيوبي. أعتقد أنه يمكن تتذكر أن وزير خارجية الجزائر لما جه من حوالي 4 شهور كان بيتحدث عن أن في مبادرة جزائرية. صحيح. أنا بشوف أن الجزائر مؤهلة بحكم يعني تواجدها الأفريقي ونفوذها في الاتحاد الأفريقي وأثراتها القوية بكل الدول الأفريقية، اعتقد ان هي ممكن فعلا انها تقوم بدور نشط في هذا الاطار، وخاصه مع تولي السنغال رئاسه الاتحاد الافريقي في الشهر القادم ممكن يكون في زخم جديد. وبرضه البيان السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم اعتقد ان هو برضه بيمهد لهذا الامر، انه هناك يعني فعلا قدر من الفعاليه والتفاعل ما بين الدول، ولو انه هناك مشاكل داخليه كثيره يعني بتخص دولتين زي اثيوبيا وزي السودان، ده قد يكون هناك ده يعني احد العوامل اللي تؤدي الى ابطاء وتيره التفاوض في المستقبل. ولكن على الاقل في جو بقدر من الايجابيه في هذه الفتره، وده امر مطلوب. ويمكن احنا بنتكلم عن سد النهضة تحديدا معالي الوزير، كان فيه بيان النهاردة بصادر عن رئاسة الحكومة المصرية باسم الدكتور مصطفى مدبولي، يعني جدد فيه حرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم وقانوني لعملية الملء وتشغيل سد النهضة. يعني قراءتك الأولية لهذا البيان معالي الوزير؟ هو استمرار النهج المصري، يعني انا بشوف انه مصر تؤكد على نهج معين هي بتسير عليه. ويمكن سيادتك تتذكر لقاء برضه السيد رئيس مجلس الوزراء مع مراسله البي بي سي في اجتماعات شرم الشيخ مؤتمر الشباب او منتدى الشباب العالمي،
كان بيركز على مثل هذه المفاهيم اللي هي النهارده كانت واضحه جدا في البيان الصادر عن مجلس الوزراء. وده النهج المصري اللي احنا بداناه من فتره طويله جدا عندما قال السيد الرئيس في احد خطبه في الجمعيه العامه حسب ما اتذكر ان الحق في الحياه مقابل الحق في التنميه، ودي كانت معادله بسيطه جدا ولكنها مهمه، ولكن للاسف الجانب الاسيوي لم يلتقطها. ولكن اعتقد انه الجو الموجود حاليا في افريقيا، ومصر اثبتت خلال الفتره الماضيه انها دوله معنيه فعلا بالازدهار والتنميه للدول الافريقيه عن طريق مشروعات محدده بيتم تنفيذها الان في عده دول، في تنزانيا وفي اوغندا وفي جيبوتي وفي غيرها من الدول. ده بيؤكد النهج المصري انه مش مجرد كلام او شعار، لا ده فعلا واقع عملي على الارض احنا بننفذه، وعلى سوق انها تلحق بهذا الركب. نعم، بشكرك معالي الوزير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق، شكرا جزيلا.